بانطلاقة شوطنا الخامس عشر الخاص باللقاية البكار المهجنات الأصايل نتابع تحديات الأربعة كيلومترات ومقدمة شوط صبا على صدارة الأسماء تتقدم محمد بن عبيد بن مبارك بن عبيد الاكتبي يقدم لنا صبا على أول هذه الأسماء بينما نقلتنا عن المركز الثاني ليتابع الأسماء الحاضرة والأسماء القادمة وبكل قوة لأتابع الشعارات التي بدأت تعلن لنا الحضور على المركز الثاني أتابعها من الجانب الآخر أتابعها من الزاوية الصعبة انطلاقة مرعوشة محمد بن حارب بسالم الدرعية تقدم بمرعوشة وشعاري عذر بدأ يتجول شعاره ما بين الشعارات ليقدم لنا انطلاقة فوضى سلطان بن علي بن سلطان بن سالم الاكتبي بن ميرين ينطلق بشعاره وأتابع أيضا شعارات كبيرة وقوية شعار بن عفصان بدأ يتجول أيضا وهنالك شعار شهلولة حمد بن عبد الله بن حمد المري بدأ ينطلق أيضا هو الآخر وشعار إعمار هادف بن حمد بن عفصان المنصوري انطلقت إلى ثاني الأسماء لتنطلق إعمار بهذا الانطلاق الكبير أتابع أيضا حضور بينونة مساعد بن سويد بن قران المنصوري يا سلام يا سلام على هذه التحديات يا سلام على هذه الانطلاقات الكبير شوف الاسم اللي تجاوز من الجانب الاخر شهلوله حمد بن عبد الله بن حمد المري تجاوز الاسماء وانطلق وشعار الزعيري قادم ايضا وهنالك ايضا شعار بن هزيم ينطلق بمرموقه محمد بن علي بن هزيم المسافري وشعار بن حارب بدا يعاود ادراجه الى مقدمه الشوط وشعار الرميثي بدا يحضر بوعد سعيد بن مطر بن محمد الرميثي ولكن شوف الاسم الذي بدأ ينطلق في هذه اللحظات حفلة سهيل بن سالم سهيل الخيالي بدأ ينطلق بحفلة يا هي اسماء كبيرة يا شعارات رنانة يوه تحدي ما بين الاسماء الكيلو متر الاخير يا اخواني شعار بن دربش بدأ ينطلق وشعار بن رشيد بدأ يعلن لنا حضوره يا يصور ما أجملها من صورة أتابعها على المراكز الخلفية القادمة من أجل الفوز الباحثة عن الناموس عن الانطلاق الأول ولكن الخيالي الخيالي على المقدمة ينطلق بحفلة حفلة حفلة وبن رشيد قادم قادم بانطلاقة ضبية علي بن خليفة بن رشيد السويدي ينطلق ينطلق بانطلاقة شعاره والقادمة شوف شوف اعمار 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 شعار الهداف بدأ يتقدم هادف بن حمد بن عفصان المنصوري ينطلق باعمار وبحضورها وبشعارها ولكن حفلة الخيالي حفلة الخيالي في راس علوم اليوم في راس علوم اليوم ناوية علنية ولكن الله 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 وصلت الظبي حامد بن صغيرون بن حميد الدرعي وصلت على الامتار الاخيره ولكن اعمار اعمار بن عفصان بن عفصان مع اعمار الظبي 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 ولكن اعمار بن عفصان بن عفصان مع الفوز مع الناموس سلام 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 لشعار الهداف سلام سلام على اعمار سلام هادف بن حمد بن عفصان المنصوري تارينا والناموس على هذا الفوز وعلى هذا الانطلاق الكبير الظبي على المركز الثاني من فاجأتنا بالأمتار الأخيرة انطلقت بانطلاق الكبار حامد بن صغيرون بن حميد الدرعي على المركز الثاني واللي على المركز الثالث وتابع القادمة على المركز الثالث وصول انطلاق هناك على المركز الثالث حفلة وشعار سهيل بسالم بسهيل الخيالي واللي على المركز الرابع وصول هناك اللي على المركز الرابع الظبي على ما يبدو لعلي بن خليفة بن رشيد السويدي واللي بالمركز الخامس
وصول وانطلاق اوزان سعود بن فهد بن مبارك المري تاني والناموس لجميع الفائزين. عودتنا لاعمار ولحظات وصولها وتوقيتها الزمني اعمار بشعار الهداف توقيتها الزمني 6 دقائق 2:09 من الثانية. سلام اعمار سلام سلام للهداف سلام هدف بن حمد بن عفصان المنصوري. بينما المركز الثاني الظبي لحظة وصوله وتوقيته الزمني هناك 6:03 من الثانية. الظبي مفاجأتنا عند الامتار الاخير حامد بن صغيرون بن حميد الدرعي واللي على المركز الثالث 6:04 من الثانية لحظة